بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ اليوم إن شاء الله بالدرس الحادي عشر اللي خاص بتقنية اللينك. في هذا الدرس سنناقش Ordering Operators Part 2. أنا محمد إماد عرفة. في هذا الدرس راح نكمل على كيفية التعامل مع Ordering Operator بداخل تقنية اللينك. وطبعا بما ان احنا بنحكي عن الاوردرينج اوبريتورز كنا في اللي هو الدرس السابق وبالتحديد في الدرس العاشر كنا قد ناقشنا الاوردر باي والاوردر باي ديسندينج. اما في هذا الدرس سنناقش ذم باي ديسندينج وريفرس. اوكي، الان احنا ذكرنا انه الاوردر باي اوردر باي ديسندينج ذم باي ذم باي ديسندينج بامكاننا نستخدمهم حتى نعمل سورتنج للديتا، في حين انه الريفرس ميثود بامكانك انك تستخدمها حتى نقوم بعكس خلينا نحكي الايتيمز الموجوده بداخل الكولكشن. الآن الأوردر باي والأوردر باي ديسندينج بيشتغلوا تمام إذا أنت كنت بدك تعمل ترتيب فقط بيز خلينا نحكي على سينجل فاليو، فمثلا أو خلينا نحكي سينجل كولوم، فبالتالي مثلا لو بدي رتب على حسب الاسم بإمكانك أنك تستخدم أوردر باي أو أوردر باي ديسندينج. أوكي، لكن لو أنت مثلا بدك ترتب على حسب مثلا الاسم وخلينا نحكي مثلا العلامات، فبالتالي في عندك هنا أكثر من value أنت بدك ترتب based عليها، فبالتالي لابد أنك تستخدم اللي هو then by أو then by descending. أوكي؟ إلى حد مشابه اللي هو الorder by والorder by descending. أيضا في نقطة مهمة جدا إنه الorder by والorder by descending تمام هم بيتم تنفيذهم خلينا نحكي كترتيب أساسي، فبالتالي هو بيرتب based على الorder by والorder by descending. أما خلينا نحكي then by وthen by descending عمليا احنا بنستخدمهم خلينا نحكي كترتيب خلينا نحكي ثاني للديتا اللي بتكون هي اوريدي مرتبه، تمام؟ فبالتالي secondary sort operator هم عباره عن them و then by descending. اما الترتيب الاساسي اللي هو order by و order by descending، بمعنى انه هو بيرتب based على order by او order by descending وبعد هيك بيعمل ترتيب based على them by و then by descending. اوكي، خلينا نشوف هذا الامر بشكل خلينا نحكي مبسط بشكل عملي خلال الأمثلة. أيضا في نقطة مهمة جدا إنه then by و then by descending يمكنك أنك تستخدمهم أكثر من مرة ضمن اللي هو اللينك كويري. أوكي، الآن رح أروح مباشرة عندي هون، رح تلاحظ إنه لو رحت على البروجكت رح تلاحظ إنه هذا هو فعليا البروجكت وهو فعليا كونسول أبليكيشن بيحتوي على الستودنت، بحيث إنه هنا في عندي student ID name total mark، وأيضا في عندي هنا اللي هو method اللي هي get all students، تمام؟ وهي تختلف عن الدرس السابق خلينا نحكي، بحيث إنه هنا في عندي 5 طلاب وليس 4 زي ما احنا فعليا شايفين. عندي هنا اللي هو توم ماري وبام جون جون، ورح تلاحظ إنه هذا هو total marks لإلهم، بحيث إنه هذول هم الاي دي لإلهم. اوكي، الان راح اروح مباشره عندي هون، الان كل اللي بدي اقوم بعمله هو كالتالي، بدي اقوم بالترتيب اللي هو على حسب العلامات، تمام؟ وخلينا نحكي هذا هو اول ترتيب بدي اعتمد عليه، فبالتالي هو primary sort، وبعد هيك بدي اقوم طبعا انا هنا مجرد بقوم بالترتيب على حسب العلامات، لابد انه يعطيني عندي هون اللي هو 800 800 800 800 واخر شيء راح يكون عندي 900، فبالتالي انا بعرف انه هو فعليا ascending order. والامر الاخر بدي اقوم عندي بعد هيك بالترتيب على حسب النيم، فراح تلاحظ انه عندي هون اللي هو اول خلينا نحكي اربع طلاب علاماتهم 800، بدي اقوم بعمل ترتيب لهم بيزد على مين؟ على النيم، فبالتالي جون جون بام توم وسوري، وبعد هيك عندي ماري، فبالتالي هون اصبح فعليا في عندي اربع طلاب، تمام؟ على حسب اللي هو النيم معدلاتهم او خلينا نحكي مجموع علاماتهم 800 وماري هو 900. وفي الخطوه خلينا نحكي رقم 3 لاحظت احنا هون بدي اقوم بالترتيب على حسب الاي دي، فلاحظت احنا عندي هون 800 800 جون جون، انا بدي اقوم بالترتيب على حسب الاسندنج اوردر وبالتحديد على الستودنت اي دي. فاذا لاحظت انه البرايمري سورت هو كان بيزد بيعتمد على التوتال مارك، بعد هيك عندي السكندري سورت كان بيعتمد على اللي هو النيم، وايضا في عندي اللي هو خلينا نحكي ثيرد سورت اللي هو كان بيعتمد على الستودنت اي دي. خلينا نشوف كيف بنقدر نعمل هذا الامر بشكل مبسط. راح اروح مباشره للديمو، والان لاحظت انه هون راح انادي مباشره عندي هون اللي هو الستودنت، وراح انادي عندي هون اللي هو الجيت اول ستودنتس، وبعد هيك انا بدي مباشره اعمل اوردر باي، فبالتالي حتى اعمل اوردر باي راح اروح مباشره وانادي عندي هون اللي هو اوردر باي، كون انا هنا بحكي عن البرايمري سورت، وانا هنا بدي اعمل سورت على حسب التوتال مارك، فبالتالي راح احكي عندي هون اللي هو لامدا اكسبريشن اللي هو رتب لي على حسب التوتال ماركس. بعد هيك انا بدي ارتب على حسب مين؟ على حسب خلينا نحكي النيم، فبالتالي انا هنا ما بزبط اني استخدم اوردر باي، لانه لو استخدمت عندي الاوردر باي أو خلينا نحكي قبل ما نستخدم الأوردر باي، خلينا نشوف كيف النتيجة رح ترجع معي. لاحظت إنه عندي هون اللي هو الأوردر باي رح ترجع لي اللي هو ريتين تايب من نوع I ordered innumerable of student، فبالتالي خليني أخزنها بداخل هذا التايب اللي هو I
or that enumerable of عندي هون اللي هو student زي ما احنا فعليا شايفين. وخلينا نجي عندي هون نخزنها بداخل متغير حسميه عندي اللي هو result. وخلينا نجي نعمل عندي هون اللي هو for each loop بحيث انه هون بدي اطبع عندي اللي هو التايب اتعامل معه هو فعليا student. وايضا هون خلينا نسميه مثلا student. وطبعا هون بعمل collection iteration عفوا على result. وبعد ذلك رح اقوم مباشره بطباعه عندي هون اللي هو معلومات الطالب. فرح نحكي عندي هون اللي هو console.WriteLine. خليني نجي نطبع عندي هون الأول شيء total marks للstudent. رح أحكي عندي هون اللي هو student.total mark. أيضا رح أجي عندي هون أطبع. خليني نجي هون نعمل tab. أوكي. فرح يكون في عندي هون اللي هو خليني نحكي student name. رح نحكي هون student name. وأيضا بدي هون أعمل كمان tab. وايضا هنا بدي اطبع عندي الستودنت اي دي. اوكي فبالتالي هون راح اعتمد على التوتال ماركس ستودنت نيم والستودنت اي دي. انا باجي بعمل مباشره اللي هو رننج. فبالتالي راح اضغط على كنترول واف 5 لحتى احنا نرتب اياهم بيزد على مين، على النيم، في حين انه عندي هون النيم عفوا نرتب اياهم بيزد على الاي دي، في حين عندي هون النيم مش مرتبات. ولاحظت لاحظ ان انا عندي هون ايضا الستودنت اي دي مش مرتب. اوكي انا لو بدي اجي هون اعمل مره ثانيه اللي هو order by، فلو اجيت حكيت له عندي هون مره ثانيه بعد ما انا رتبته على حسب اللي هو خلينا نحكي سوري عندي هون، لو هون لاحظت احنا هون رتبته بيز على مين، بيز على total mark. الان لو بدي ارجع كمان مره هون ارتبه على حسب النيم باستخدام الاوردر باي، هل راح يزبط معي ولا لا؟ خلينا نشوف. انا هون راح ايضا راح نديله اوردر باي، وراح اجي احكي له عندي هون اعمل لي بيز على اللي هو النيم. فبالتالي راح نيجي نحكي عندي هون اللي هو lambda expression as dot عندي نيم. هل راح ارتب اياهم على حسب النيم كاسندنج اوردر؟ لو نضغط على كنترول واف 5 لاحظ انه فعليا رتب لي اياهم بيزد على النيم، في حين انه عندي هون اللي هو التوتال ماركس اصبحت فعليا مش مرتبه 800 900. فبالتالي هون رتب لي على اخر اوردر باي تم استخدامها. لكن انا بدي اياه بدي اني اقوم بالترتيب على حسب التوتال مارك، وبعد هيك يرجع يرتب لي كمان اللي هو على حسب مين، النيم. فبالتالي حتى نعمل هذا الامر ما بزبط اني استخدم الاوردر باي، لابد اني استخدم عندي هون اللي هو then by. فبالتالي رح استخدم عندي هون اللي هو then by. انا باجي بعمل running للابلكيشن، لاحظ انه هون مباشره 800 800 800 900، وبعد هيك رتب لي اياهم على حسب اللي هو النيم. انا بدي ارجع مره ثانيه ارتبهم على حسب عندي هون اللي هو ال خلينا نحكي الستودنت اي دي، رح احط هون 104 105، في حين عندي هون مثلا بام 103، عندي هون توم 101، عندي هون اللي هو ميري 102. فبالتالي لو بدي ارتبهم ايضا على حسب خلينا نحكي الستودنت اي دي، راح ايضا هون احكي له دوت عندي هون اللي هو ذيم باي، وهون راح استخدم لامدا اكسبريشن بحيث انه هون ارتب لي على حسب الستودنت اي دي. اوكي انا لو اضغط على كنترول واف 5 لاحظ انه هم رتب لي اياهم زي ما احنا فعليا شايفين. الان هون عندي 800 800، جون جون 104 105. لو بدي اخلي مثلا الستودنت اي دي هو ديسندنج اوردر، معناته انا هون راح استخدم بدل الذيم باي راح استخدم عندي هون اللي هو ذيم باي ديسندنج. انا برجع مره ثانيه بضغط على كنترول واف 5 لاحظ عندي هون 800 800، جون جون هون عكس لي اياهم 105 104. اوكي الان لو بدي مباشره استخدم عندي هنا بالسكند اكزامبل بدي استخدم نفس الشيء، ولكن هون راح استخدم اللي هو سيكوال لايك سنتكس. فخلينا نشوف كيف بامكاني اتعامل مع هذا الامر. الان بما انه احنا هون راح نستخدم سيكوال لايك سنتكس، معناته احنا مش راح نتعامل مع ذيم باي اور ذيم باي ديسندنج، بل راح استخدم عندي هون اللي هو كوما ما بين الكولمز اللي انا بدي اعتمد عليهم حتى اني اعمل ترتيب. اوكي فبالتالي خلينا نشوف هذا الامر بشكل عملي. راح اروح مباشره عندي هون وراح اعدل فعليا اللي هو اللوجيك. الان عندي هيك راح يصبح عندي امتي. الان بعد هيك خلينا نجي نستخدم سيكوال لايك سنتكس. راح نيجي نحكي له الان فروم، هون راح اعرف فاريبل اسمه ستودنت، راح يعمل ايتريشن على الداتا الموجوده بداخل الستودنت كلاس وبالتحديد بداخل الميثود اللي اسمها جيت اول ستودنتس. وبعد هيك مباشره راح نيجي نحكي له عندي اوردر باي، وهون راح اعمل اوردر باي على الستودنت هذا فاريبل. انا هون بيهمني اني اعمل على حسب مين، على حسب التوتال مارك.
ماركس، وبعد هيك راح أقوم أيضا بعمل اللي هو order على حسب عندي هنا اللي هو ال student name، فبالتالي راح أرتب هون على حسب النيم، وبعد هيك أنا بدي أرتب على حسب خلينا نيجي نحكي اللي هو ال student ID. أوكي، وبعد هيك مباشرة لابد نعمل select لهذا ال student object. اوكي الان خلينا نيجي نعمل رننج للابلكيشن، نضغط على كنترول واف 5، لاحظ رح نرتب لي اياهم زي ما احنا فعليا شايفين 800 800، جون جون 104 105، وباقي الداتا طبعا هي اوريدي سورتد زي ما احنا فعليا شايفين وهي كاسندنج اوردر. اوكي الان خلينا نروح نشوف مباشره النكست اكزامبل، تمام الموجود عندي هون. الان لاحظت ان هنا بده يعكس لي كل خلينا نحكي الايتمز الموجوده بداخل عندي الليست، فبالتالي خلينا نيجي نطبع عندي هون اللي هو بيفور، خلينا نيجي نحكي الداتا قبل اللي هو العكس، قبل ما نعكس الداتا، وايضا بعد هيك بدي اجي فعليا اطبع اللي هو الداتا بعد ما اني عملت الريفرس، فبالتالي خلينا نروح نشوف فعليا. فالان راح اقوم مباشره عندي بعمل كلير لكل شيء موجود عندي هون، وبالبدايه راح انادي عندي هون اللي هو الستودنت، وراح اجيب عندي هون الجيت اول ستودنت، فانا هون راح اوضح كيفيه استخدامنا للريفرس ميثود. فالان راح هون ارجع لي جيت اول ستودنت، فبالتالي راح ارجعها ضمن عندي هون اللي هو اي انيومرابل اوف ستودنت. اوكي، وايضا عندي هون راح اجي اسميه ستودنتس. اوكي، وبعد هيك مباشره راح اقوم ب عندي هنا بطباعة اللي هو console.writeLine، وأنا هنا راح أجي أحكي له عندي هنا اللي هو before calling reverse method، وأيضا راح أقوم بعمل for each for each loop. هنا for each loop راح يكون فعليا بيحكي عن student، راح يطبع as، راح نعمل iteration على ال students collection، وبعد هيك مباشره راح اجي احكي له عندي هون اللي هو console.writeLine، طبع لي عندي هون اللي هو ال student id، وانا هون بدي اعمل فعليا اللي هو tab حتى يكون في بينهم space، وايضا راح اقوم بطباعه عندي هون اللي هو name، وايضا راح اعمل عندي هون اللي هو space، وايضا هون راح اطبع اللي هو التوتال ماركس. اوكي، وايضا انا هنا بعد هيك راح اقوم بطباعه اللي هو line فاضي، فبالتالي راح احكي له console.writeLine حتى يكون ما بينهم space، وبعد هيك انا بدي اطبع الريفرس لهم، فبالتالي راح ايضا راح انادي عندي هون اللي هو فعليا الستودنتس، تمام. فهون راح نيجي نحكي له الستودنتس دوت reverse، فانا هون عمالي بنادي الكوليكشن، لاحظ انه هون الريفرس عماله برجع لي return type من i enumerable of student، فبالتالي انا هون لابد اني اخزنه ب i enumerable of student. اوكي، فراح نيجي نحكي عندي هون ال i enumerable of student، وطبعا هون خلينا نيجي نسميه result. اوكي، زي ما احنا فعليا شايفين، وبعد هيك مباشره لابد انه اعمل console.writeLine، خلينا نجي نحكي له خذ لي هاي اللي هي المسج اللي هي عباره عن عندي هون اللي هو خلينا نسميها هون اللي هو after calling reverse method، وبعد هيك مباشره خلينا نجي نعمل for each loop، تمام، بحيث انه هنا for each loop طبعا، او بامكانك انك تاخذ نفس ال for each loop الموجود عندي بالاعلى كونه نفس ال collection انا بتعامل معها. اوكي، الان خلينا نجي نضغط كنترول و F5، لاحظ انه هنا طبع لي قبل ال reverse وهنا بعد ال reverse، لاحظ انه عندي هنا قبل ال reverse 101 102 103 104 105، لاحظ انه هنا توم ماري بام وجون جون هنا 800 900، لاحظت انه نفس الشيء، فيبدو انه في عندي هنا في عندي هنا مشكله انه انا هنا الفور ايتش لوب لابد انه يعمل iteration على اللي هو الريزلت وليس على الستودنت كوليكشن. اوكي، فبالتالي خلينا نجي ناخذها كوبي مباشره، رح نجي نعمل عندي هنا اللي هو بيست. الان رح نضغط مره ثانيه،
لاحظت انه عندي هنا عكست اياهم، فهنا 101 202 3 4 5 توم ماري بام جون جون 800 900 800 800 800 هون انعكس واصبح الاي دي 105 4 3 2 1، فبالتالي عكس لي اياه بشكل رو كامل زي ما احنا فعليا شايفين. لاحظ انه هنا 102 ماري 900 اصبح عندي هنا بالاسفل 102 ماري 900. اوكي، اذا هذا هو بالنسبة إلى الريفيرس ميثود. أيضا في عندي معلومة أخيرة قبل ما ننهي درس اليوم، اللي هو أنه لما تيجي تعمل sort على سبيل المثال عندي هنا اللي هو get all student، خلينا نجي نعمل عندي هنا اللي هو ordered by، خلينا نجي هنا نرتب مثلا على حسب اللي هو خلينا نجي نحكي مثلا عندي هنا عمالي بدي أعمل اللي هو sort، فبالتالي بدي ارتب هنا مثلا على حسب اللي هو النيم. اوكي، لاحظ انه هنا الريتيرن تايب هو عباره عن اي اوردرد انيومرابل، لكن انا هنا برجع لي اي اوردرد انيومرابل اوف ستودنت، لكن انا هنا عمالي بخزنه ضمن مين؟ ضمن الاي انيومرابل. طب ليه هو فعليا ما اعطاني كومبايليشن او سنتكس ايرور؟ الان لو برجع مباشره وبعدل الريتيرن تايب عندي هذا الى اي اوردرد enumerable of a student، راح تلاحظ انه ما اعطاني اي ايرور. طب اذا كيف من راح تلاحظ انه هنا كان الريتيرن تايب هو عباره عن اي اوردرد انيومرابل، وكنت من مخزنه قبل قليل باي انيومرابل وما اعطاني كومبايليشن ايرور. ليه؟ لانه بكل بساطه لو بروح على الاي اوردرد انيومرابل راح تلاحظ انه هو اوريدي عمله بيعمل انهيرتنس من مين؟ من الاي انيومرابل، تمام، اللي موجود عندي هنا اوف التايب، فبالتالي لذلك هو ما بعطيني compilation error. فبالتالي سواء خزنته عندي النتيجة بترجع بعد الترتيب ب I ordered enumerable أو ب I enumerable، فبالتالي ما في عندي أي مشاكل. أوكي، فقط هاي معلومة خلينا نحكي مبسطة. إذا هذا هو كل شيء بالنسبة لدرسنا اليوم، بتمنى يكون درس اليوم واضح وسهل. أخيرا thanks for listening and have a great day.